السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام أينما كنتم مرحبا بكم، رمضانكم كريم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. يسعدني مشاهدي الكرام أن أكون معكم في هذا الشهر الفضيل وفي الموسم الثاني من هذا البرنامج، برنامج أعلام ومعالم، الذي طبعا حاز على أحسن برنامج ديني لسنة 2017 العام الماضي، وسنستمر بحول الله تعالى في هذا الموسم مع مفاجآت عديدة نقدمها لكم ونعرفها لكم من دولة مصر أم الدنيا التي بها أهم الأعلام الموجودة عبر الوطن العربي. متابعة طيبة نتمناها للجميع. فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. سأقودكم في جولة متميزة في هذا العدد من هذا البرنامج لأعرفكم بأجمل المناطق في مصر. أيضاً نتكلم على الحضارة المصرية ونتكلم على معالم مصر الإسلامية. جولتنا متميزة، نتعرف فيها على هذه الأعوام، نتعرف فيها على هذا البلد الجميل، بلد مصر أم الدنيا. فابقوا معنا. الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، فاق الرسل. تعتبر مصر بلدا زاخرا بالحضارة الإنسانية، حيث كان الإنسان المصري القديم مبدعا وقدم أعمالا عظيمة جعلت الحضارة في مصر سابقة للكثير من حضارات العالم. أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم. مصر يمكن بتتميز بأن وجود الأزهر الشريف فيها من سنوات يعني فوق الألف سنة، فبالتالي الحضارة الإسلامية متجذرة في مصر، ويعني مرور حقب تاريخية يعني أدى إلى ظهور عادات وتقاليد في مصر على مستوى الاحتفالات الدينية، خاصة بشهر رمضان. ففي بيبقى في مصر حالة من الانتشاء وحالة من الروحانية العالية جدا مع قدوم شهر رمضان، فبتجد يعني يمكن لو جيت حتى في أي بيت مصر هتلاقي ابتدت حط زينات ويعني نوع من الاحتفاء بهذا الشهر الكريم. في مصر طبعا في مساجد كثيرة جدا بتحيي ليالي هذا الشهر، ومنها مثلا مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة ومسجد الإمام الحسين، وهناك العديد من المساجد حتى المنتشرة في محافظات مصر الأخرى، في الإسكندرية يعني المرسي أبو العباس أو العباس المرسي، وفي محافظات الصعيد أيضا هناك مساجد شهيرة مرتبطة بأعلام دينية وصوفية. وبالتالي يعني دائما شهر رمضان بيزخر بحالة من الاحتفاء الروحي ولدى الشعب المصري. يعني قلت لك في حقب تاريخية متنوعة أدت إلى تجذر الحالة الإسلامية بمفهومها الديني يعني وليس بمفهومها السياسي. طبعا بستعد له، بهيئ لنفسي، بجهز اللي أنا هقوم بيه، ببتدي
يعني الواحد بيصفى كده من جواه، لو مزعل حد بيروح يصالحه، لو غلطان في حق حد، لو مقصر في حد. هي ملهاش علاقه برمضان بس طبعا يعني هو شهر فيه ليله بترفع اعمال البني ادم كلها، بتترفع عند ربنا. فالواحد بيحاول ان هو يقابله في اليوم ده ما عليهوش حاجه لحد، مش مزعل حد، مش غلطان في حق حد. هذه الامم لشريعته ازكى الناس به. الجدير بالذكر أن مصر كانت أول دولة عرفت أسس الكتابة واخترعت الحروف والرموز الهيروغليفية في العالم القديم، مما ساعد المصريين القدماء على تسجيل وتدوين التاريخ القديم الذي عاشوه وصنعوه. وبهذه السابقة انتقلت مصر من حقبة عصور ما قبل التاريخ لتصبح أول دولة في العالم تمتلك تاريخا مكتوبا، ولأجل ذلك عدت أماً لكافة الحضارات الإنسانية، الأمر الذي جعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي يتجه لها السواح والزوار. حسين طبعاً، لأن الحسين دايماً الناس بتروحوا فيه كتير، بنروح نسحر فيه بالليل، بنفطر فيه، تمام. وفي حاجات تانية معالم كتير برضو في مصر جميلة، زي القلعة طبعاً، بنروح نفطر في القلعة برضو، نسحر في القلعة، القلعة برضو جميلة. جامع سيدنا الرفاعي وجامع السلطان حسن في القلعة برضو. شهر رمضان الأشهر الكريم، شهر القرآن الكريم، بنحتفل فيه بقراءة القرآن الكريم وزيارة الأهالي والأقارب، وطبعا وأداء تقديم كل هدايا الجيران والأحباب، وأجمل ما فيه طبعا مائدة الرحمن. فمن أجمل الأشهر شهر رمضان، شهر القرآن الكريم. يتحول الشارع المصري مع ثبوت رؤية الهلال إلى احتفالية جميلة، فتنشط حركة الناس في الأسواق لكي يقوموا بشراء حاجات رمضان المتعارف عليها، وتتزين الشوارع بضجيج صوت الباعة والفوانيس الملونة. وسيدنا فالعز لنا لإجابته. وما يزيدها جمالا والأجمل ما في مصر في رمضان صوت قارئ القرآن المعروفين كالشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد وأدعية الشيخ محمد متولي الشعراوي في كل مكان في مصر، للحفاظ على روحانية هذا الشهر الكريم وصون عبادة الصيام. إضافة إلى كل هذا وهذه المناطق أيضا السياحية والإسلامية الأثرية كالأهرامات، كخان الخليل، كمسجد الأزهر، قلعة صلاح الدين، جمال مصر أيضا يتجسد في طيبة وكرم أهل المصريين وطريقة استقبالهم للضيف والأجنبي. مناطق متميزة نسعى أن نعرفها لكم، ويكفي المصريين شرفا أنهم بحوزتهم ثلة من علماء هذه الأمة ومن دعاة هذه الأمة ومن أعظم المقرئين الذين سنسعى أن نعرفهم لكم مشاهدي الكرام في هذا البرنامج وفي هذا الموسم الثاني من أعلام ومعالم. الصبح بدا من طلعتي. يعتبر الجامع الأزهر أهم جوامع مصر وأبرزها في العالم الإسلامي، وهو جامع وجامعة منذ ما يتجاوز 1000 عام. وقد أنشئ لهدف نشر المذهب الشيعي حينما فتح جوهر الصقلي أول الخلفاء الفاطميين بمصر مصراً، لكنه الآن بات يدرس المذهب السني، ويعد أول جامع بني في مدينة القاهرة وأقدم أثر قائم للفاطميين في مصر. اختلف العلماء والمؤرخون في سبب تسمية هذا الجامع وأصل التسمية، وقد رجح أنه سمي بهذا نسبة وتيمنا ببنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء. على الحسب هو خير نبي. استعداد مثلا لفرحة الأطفال، بداية من نجيب لهم الفوانيس، من نجيب لهم بنحضر في البيت الحاجات لوازم رمضان، بتواظب على الصلاة، بتواظب على ذكر القرآن أكتر، بيبقى فيه لي جو كده جميل، وخصوصا في مصر يعني
غير بتلاقي الجو ده بتلاقيه مميز عن اي بلاد تانية بتلاقيه في مصر. ليه ميزه اكتر او ليه يعني كيان خاص كده الجو بتاع رمضان، بتحسه اكتر في القاهره بالذات. كمان طول السنه طبعا كل واحد بيبقى في شغله في دنيته في مشاغله، انما رمضان ده بيجي يلم يعني بيلم شمل القريب والغريب، فاهم قصدي؟ كله بيجمع القرايب كلهم على ترابيزه واحده. شهر مفترق طبعا، ايام كلها بركه وخير ورزق. العادات المصريين انه بيبقى فيه زيارات العائليه بتبقى متوحده اكتر، في تقارب اكتر في البيوت، الاسر كلها بتفطر مع بعضيها مع الاصحاب، بيبقى في تقارب اكتر. بيساعد على كده انه توقيتات العمل بتبقى كلها موحده على الفطار، فبيبقى في الفه اكتر وصله رحم اكتر، وعزومات طبعا فطار او سحور وكده، بيبقى في تواصل اكتر بين الاسر والاخوه والاصحاب والجيران والكلام ده كله. اول حاجه طبعا في شهر رمضان طبعا بتبقى نظافه الشارع والزينه بتاعه رمضان كمان كل رمضان، وغير كده الصيام، وننزل نصلي احلى حاجه كمان، ننزل نصلي الفجر مع بعضينا، بننزل الدور مع بعضينا، تبقى في لمه مع بعضينا اسره، تبقى في روح حلوه في رمضان بالذات. فالفطار كمان مع مائده الرحمن في الشارع، بنفطر الناس قبل الفطار، نديهم عصير يفطروا، بنفطر الناس بعد كده نبقى نفكر احنا نفطر. دي اهم حاجه في شهر رمضان طبعا. وغير كده لما بننزل نسهر احنا وزمايلنا في الشارع، نلعب كوره دوره رمضانيه، بنسهر في الشارع، نعمل اي نشاطات، اي حاجه في رمضان. غير كده رمضان جميل بطبعه في مصر، كل الناس طبعا بيجوا في مصر عشان ايه؟ يسهروا في رمضان في مصر، هنا يجي يتسحروا، هنا يفطروا هنا. معظم الدول العربيه كلها بتيجي هنا عشان رمضان بتقضيه هنا في مصر. نمط الحديث او نمط الحياه المعاصره يعني ادت الى تاكل بعض العادات والتقاليد اللي هي كانت موجوده لسنوات طويله جدا ومترسخه في حاله لمه العيله وفي حاله التزاور، لكنها لا زالت حتى الان في الاجيال الجديده هي موجوده ايضا. وشهر رمضان بيكون فرصه كبيره جدا لتبادل العزومات على الافطار او في السحور، وبالتالي يعني شهر رمضان بيكون فرصة للعائلات للتجمع بالنسبة للأسر، إنها اللي ممكن حتى في بعض الأحيان قد تبعد عنهم أعمالهم وانشغالاتهم، بيكون فرصة كبيرة جدا للتوادد والتراحم والتزاور وحضور الموائد الرمضانية. هناك أيضا كمان ظاهرة منتشرة جدا في مصر في خلال السنوات الأخيرة هي موائد الرحمن. موائد الرحمن أنه القادرين أو بعض الجيرة حتى في بعض الشوارع أو الأحياء بيجمعوا مبالغ مالية وبيقيموا موائد لعابر السبيل والمحتاجين وما إلى ذلك، وحتى ليست هي قاصرة، ربما يكون أنا مارر وفاتني الوقت، فبالتالي ممكن ألجأ إلى مائدة الإفطار الرمضانية اللي هي مجانية بتنتشر بشكل كبير جدا، وهذا نوع من التوادد ونوع من يعني الزكوات وإحياء لهذا الشهر وتكريما له. عادات جميلة جدا يعني احلى ما فيها بقول لك زياره بعضنا البعض، يعني لا وصلاه طبعا التراويح في المسجد، يعني بنتقابل هناك احنا واصدقائنا هناك في المسجد وبنصلي صلاه التراويح ونقعد نسبح لحد ما عدا السحور، وطبعا بالاضافه لوقت ما وقت بنفضى من الصلاه بنزور قرايبنا واحبابنا وجيراننا. تعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبي من أهم القلاع التي شيدت على طراز العمارة الإسلامية في أيام حكم الدولة الأيوبية على مصر، تحديداً عام 1176 ميلادي أيام حكم الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي، وانتهى بناؤها عام 1183 ميلادي أيام حكم السلطان الكامل بن العادل الذي اتخذها داراً له موقع بناء قلعة صلاح الدين الأيوبي. أخوة جزائرية، أخوات طبعا قبل أي كلام، وغير كده هم عايشين معنا في مصر كمان، غير كده زي أخواتنا وزي أهلنا وأصحابنا كمان، ولينا أصحاب ناس من الجزائر برضو عايشين معنا وبيأكلوا معنا وشربوا معنا، وهم ناس بصراحة مش عادر أقول لك، هم محترمين جدا بصراحة كلمة الاحترام. واشتغلت مع ناس جزائريين قبل كده برضو وجربت الشغل معاهم، ناس محترمين ومنضبطين في العمل. احنا بنتمنى لكل المسلمين وكل الأخوة العرب كلهم الخير والسعادة، وربنا يعيد الأيام عليهم بخير، وإن شاء الله يعني ما يطلعوش من رمضان إلا مغفور لهم الذنب والصيام مقبول بإذن الرحمن، وكل سنة وانتم طيبين، وكل الأخوة العرب وكل المسلمين عامة يعني
بخير إن شاء الله، ودائما للسلام ودائما للأحسن للعرب وللأمة الإسلامية بإذن الله. للشعب الجزائري رسالة تانية بحلول شهر رمضان، أقول لهم كل سنة وانتم طيبين، بعد الأيام عليكم بخير يا رب، وإن شاء الله في استقرار وأحوال كويسة، يعني سنة سعيدة عليكم، كل سنة وانتم طيبين. أحب أوجه للشعب الجزائري كله كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله بإذن الله رمضان اللي جاي علينا دوت يكون على خير على أمة المسلمين كلها بإذن الله. وكلنا نحب الشعب الجزائري، وليس هذه عواطف، يعني مجرد أن احنا بنتكلم في الإعلام، أنا أعمل في الإعلام وأدرك إلى أي مدى ترابط الشعوب العربية وأهمية التواصل، وشعب الجزائري يعني ارتبط بمصر سواء بثورة الجزائر أو بحرب أكتوبر، كلنا تذكر بومدين رحمة الله عليه وما قامه وما أعطاه للشعب المصري كنوع من رد الجميل لتوادد الشعب المصري وتواصله، يعني كان نتذكر جمال عبد الناصر رحمة الله عليه هو أحد القلاقل الذين عرفوا بليلة الثورة الجزائرية في وقتها، يعني الناس تندلع اليوم هو كلمة، فهذا يمد يعني نوع من التأكيد على أواصر العلاقة المصرية الجزائرية في حقب مختلفة، ولا زال الشعب المصري رغم يعني التغيرات اللي بتحدث في العالم والتطورات هو شعب محب لإخوانه العرب بشكل عام وللجزائريين مؤكد بشكل خاص. شعب الجزائر شعب الجزائر إخواتنا، وشعب من العرب الأشقاء لنا، يعني احنا بنحبهم جدا وبنحترمهم جدا، وبنتمنى ان احنا ان هم يجوا هنا يقعدوا معنا شهر الكريم، او فعلا هيحسوا فعلا رمضان فعلا في مصر، تحس برمضان فعلا في مصر، شهر كريم فعلا، واحلى شعب الشعب المصري في كرمه واخلاقه وسمته الجميله الطيبه، واحنا بنعز الشعب الجزائري جدا يعني. من أمام نهر النيل مشاهدي الكرام نختم معكم هذا البرنامج من أعلام ومعالم. هذه هي مصر بأصالتها وبحضارتها وبتاريخها الإسلامي المتجذر. سنسعى من خلال هذه الزيارة أن نعرفكم بأهم الأعلام الإسلامية وأيضا أهم المعالم التاريخية والأثرية. ستكون لنا زيارات لمختلف البيوت المصرية من أجل أن نتعرف على أهم المقرئين الذين مروا عبر التاريخ. كل ذلك في الأعداد المقبلة من هذا البرنامج. تم الكلام وربنا المحمود، ما غن قمري وأورق عود. صحفتوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.